ايه هي اللوز او اللوزتين وايه الوظيفه بتاعتهم؟ اللوز او اللوزتين هما جزئين لينين بيضاويين الشكل من الانسجه الليمفاويه موجودين في نهايه الحلق، ممكن انت تشوفيهم، اي حد ممكن يشوفهم. بتبقى لوزه في كل مكان، هي طبعا جزء من الجهاز المناعي طبعا عشان تبع الجهاز الليمفاوي. هي الوضع الطبيعي، هم في الوضع الطبيعي هم بيساعدهم على تصفيه الجراثيم والميكروبات الاخرى اللي بتخش الجسم. هم يعتبروا الخط الدفاع الاول اللي موجود في الجهاز. مهمين جدا. في ناس دايما تقول اللوز دي ملهاش مهمه وملهاش لازمه ونشيلها، لا. هي حاجه ربنا خلقها لنا عشان هي الخط الدفاع الاول في الجهاز المناعي. طريقة محاربتهم للجراثيم هي لغاية دلوقتي مش معروفة، بس برضو احنا نقدر نقول ان هم بيشتغلوا ان هم بيفرزوا كريات الدم البيضاء بطريقة كبيرة جدا عشان يقاوم الفيروسات والميكروبات اللي بتدخل الجسم. هي بتشترك مع اللحمية في موضوع الجهاز المناعي ومقاومة الميكروبات اللي بتدخل للجسم. اللوز هي المفروض فيها تجاويف غدد تراكمية أو تجاويف غدية بتتراكم فيها البكتيريا. في دور برضو كبير للوز في إصدار الصوت بتاع الإنسان، يعني الصوت عشان يطلع بشكل طبيعي ويكون قوي ودرجته كويسة لازم اللوز ليها الدخل في القصة دي. اللوز حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا كخط دفاع أول ضد الميكروبات.